ناخد معانا بعد إذن حضراتكم على التليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا 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 بسيادتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي الصحة كده؟ الحمد لله تمام والله يا فندم. وكيف كان الاجتماع مع فخامة الرئيس يا فندم؟ والله كان اجتماع مثمر جدا. احنا طبعا كنا بنعرض فيه ثلاث محاور أساسيين، حركة الملاحة وخلال السنة اللي فاتت دي اللي هي 21-22 يعني السنة المالية، وايه اللي عملناه جديد في موضوع حركه الملاحه. بنعرض برضه كنا التطوير في القطاع الجنوبي وصلنا لايه، وكمان استراتيجيه الهيئه لتطوير سياحه اليخوت. كان ثلاث محاور يعني كنا بنتكلم فيهم النهارده. طيب يمكن احنا قرينا بعض التصريحات، احنا كده كده كنا بنتابع الارقام اللي بتصدر عن الهيئه في الارقام القياسيه، وحضرتك قلت احنا في قناه السويس بالتحديث الجديد بحفر القناه بالتطوير اللي اتعمل عدينا كل الأرقام القياسية اللي كنا متوقعينها تحديدا في عام 22، صح كده؟ ده صحيح طبعا، صحيح عديناها بمراحل كبيرة يعني الحمد لله، يعني بنسب كبيرة. يعني الإيراد مثلا زيادة 19% على السنة اللي فاتت، الحمولة 11%، عدد السفن زيادة ب 15% و7 من 10 كمان يعني 16%. غير كده كمان حققنا نجاحات تانية، يعني مثلا نجحنا إن احنا نعدي 8 سفن عملاقه من الجيل الجديد ما كانتش بتعبر قبل كده في قناه السويس. حملتها 224,000 طن وتحمل 24,000 حاويه، والغطس بتاعها 16 متر و30 سم. الارقام دي ما كانتش تعدي ابدا في قناه السويس. دي ما كانتش تجيلنا قبل كده. لولا قناه السويس الجديده. انا النهارده قلت للسياده الرئيس لولا قناه السويس الجديده دي بالنسبه لنا طوق النجاه. يعني هي طوق النجاه بالنسبه للقناه اللي كانت موجوده، اللي كان تصنيفها بدا يقل والسفن العملاقه ما بتعديش فيها وعدد السفن بيقل. فاحنا بنقول ان هي عباره عن طوق النجاه لقناه السويس. صراحه قناه السويس جديده. عظيم جدا. انا لفت نظري سياده الفريق حتى بتتكلم معانا دلوقتي، قلت لنا والمحور الثالث كان تطوير سياحه اليخوت في مصر. عايز افهم اكتر عن القصه دي. الحقيقه ان كان في اهتمام كبير جدا من سياده الرئيس بسياحه اليخوت. طبعا احنا معنيين من اكتر الناس، اللي احنا عندنا ثلاث مراين لليخوت في قناه السويس، في بورسعيد في مارينا، وفي الاسماعيليه، وفي السويس في مارينا. عظيم. فكانت الاستراتيجيه بتاعت الهيئه عشان نطور المراين دي، هي كانت برضو عايزه فعلا تطور التطور الكبير يعني. فاحنا حطينا محاور للتطوير اللي هي طبعا التحول الرقمي. دلوقتي بقت خلاص اليخوت عندنا برضو زي السفن، بقت على تخش على موقع الهيئه ويقدر يحجز ويخش ويطلب ان هو يخش في مرسم من المراسي على موقع الهيئه على طول يعني. برضه تحسين تجربه العبور وتطوير المراسي نفسها. بقى ثلاث مراسي دول هيتطوروا تطوير كبير جدا، يكاد يكونوا يعني من A to Z يعني. سواء كنا في الاسماعيليه احنا بنعمل عمليه تطوير دلوقتي فيها. بورسعيد برضه كانت سيادته صدى قبل كده، دي كانت قبل كده وبدانا فيها ان احنا نعمل مرسى اليخوت يسع حوالي 75 يخ. في الاسماعيليه هيبقى 60 يخ. الاسماعيليه بنعمل برضه صدقنا من سيادته النهارده ان احنا هننشئ أول مارينا يخوت وفندق بعملان بالطاقة المتجددة برضه في الإسماعيلية. عندنا 2، ده هيبقى ساعته برضه 65 يخ. يعني المحاور دي بقى كانت يعني كلها تحسين تجربة العبور. يعني الخدمات اللي ما كانتش بتؤدى قبل كده لليخوت دي بقى بتؤدى. ده في تزود بالكهرباء وبالمياه والوقود وخدمة الإنترنت والدفع بالكريدت وخدمة الصيانة السريعة لليخوت دي، لو حصل فيها أي حاجة يبقى عندنا جاهزين ليها يعني. فالوضع الحالي للمارينا القديمه بياخد 12 يخت، هنوصله لغايه 60 يخت ان شاء الله. كل دي من حته التطوير. برضه سبته نوجه النهارده موضوع الانتظار اليخوت، انها تقعد تنتظر في مصر بالست شهور عشان الجو مثلا في اوروبا بيبقى سيء. فبييجوا لا بيسوي ممكن تتكسر اليخوت دي، فبييجوا يدوروا على اماكن ما يكونش الجو فيها سيء خلال فتره الشتاء. طبعا مش هيلاقي افضل من مصر يعني. فاحنا برضو هنعمل خدمة ان احنا عملية الانتظار اليخوت دي لمدة طويلة في المراين اللي بتتطور دلوقتي. طب سيادة الفريق يعني برضو اعذر بساطتي في الطرح شوية في ان انا مش متخصص. يخوت سياحية دي اللي هي اليخوت اللي احنا بنشوفها في الافلام الامريكاني والاوروبي، صح كده؟ تمام. والمصري يعني ساعات كده بنشوفها في الافلام المصري، بس احنا بنتكلم هنا على مراين هتقدم نفس الخدمات اللي نشوفها في مراين موجوده في نيس، في كان، في موناكو الى اخره. طبعا لا، وان شاء الله ده احنا لما المارينا اليخوت الاخضر ده اللي احنا بنعمله الطاقه المتجدده
حاجه مش موجوده تبقى موجوده في مصر في الشرق الاوسط كله، يعني مش تبقى موجوده حاجه زي كده ان شاء الله، يعني باذن الله في باذن حاجه على الله. اعلى مستوى يعني ان شاء الله. طب انا ودايما مره الرئيس يقول لك اعمل اكبر حاجه واعمل احسن حاجه واعمل، يعني دايما هو سيادته دايما بتطلع للحاجه الافضل دايما والاكبر. يعني المراين دي هتشتغل بوقود اخضر او بطاقه خضراء، يعني تصبح مراين شغاله بوقود لا يلوث البيئه؟ تمام يا فندم. يعني هو بس يعني احنا طبعا ما عندناش كان التأمين اللي هو الوقود اللي هو اللو سيلفر ده اللي هو نسبه الكربون فيه اقل من 5 من 10%. هو سيادته توجه النهارده ان احنا هنحط محطه تأمين بالوقود بانواع الوقود العاديه واللو سيلفر ده برضو من ضمن الحاجات اللي بيطلبوها اليخوت. انا كنت عرضت على سيادته الموضوع ده قال لي فورا ما تعملش واحده بس، تعمل 3 4 في كل 100 مارينا تعمل محطه التأمين بالوقود. الله فدي الله تعمل الله. فيها تعمل بالطاقه طبعا اللي هو الانبعاث القليل من الكربون. طب على قد برضو قراءاتي المتواضعه في النهايه، انا مش بحري خالص ومش في ربع ولا حتى 1 على 1000 من خبره سيادتك. انا كنت مره قريت انه في حاجه زي مكن او فلاتر بيتركب من وقت للتاني في المراين بحيث ان هو بيفلتر وبينظف الميه تماما مكان الرسو بتاع الخيوط اليخوت عشان ما يبقاش فيها اي شكل من اشكال تسريبات وقود او زيوت او اي مخلفات، صحيح المكن ده بيبقى موجود في الدنيا يعني وممكن يبقى موجود عندنا؟ الفلاتر دي وموجود كمان. شوفوا يعني احنا كنا يمكن انا كنت قعدت برضه مع حضرتك ان احنا كنا جبنا 3 سفن من فرنسا لمكافحه التلوث. دي فيها حاجات للشفط الزيوت دي كلها حلو قوي. وشفط التلوث كله، اللي ما ينفعش يبقى موجود يخ وتحتيه زيوت وتراب وورق ومش عارف ايه، ما أيوة. ينفعش لانه هو نفسه بيتاثر بالكلام ده طبعا ويخش الحاجات دي طبعا على المكن وتاثر على المكن ويجي يدور بعد كده يلاقي في ورق وحشف وورق وورق شجر ومش عارف ايه وحاجات من دي كلها هتخش عليه والزيوت برضه تاثر على. فلازم يبقى في فعلا المراين دي تكون نظيفه ولا نسمح فيها بوجود اي نوع من انواع الزيوت او الملوثات. والمراين دي هتبقى بقى جاهزه للدوكينج والتنظيف والصيانه والاصلاح وكل حاجه كل حاجه. كل حاجه الله يعني انا اكبر. هقول لحضرتك حاجه بسيطه، يعني احنا كنا قبل ما نعمل يا سياده الرئيس احنا كنا عملنا تجربه بسيطه كده في المراين اللي عندنا، احنا ما كانش عندنا خدمات قبل كده في المراين، يعني كان المارينا بيجي فيها اليخت يقعد يوم او يومين وهو ما بياخدش اي خدمات. فما قعدنا معاهم طلبوا حاجات معانا احنا نفذناها، اللي هي التزود بالميه والكهرباء، يعني بيعوز الكهرباء، عايز ينزل على البر يلاقي فيه فندق ياكل فيه ودوره ميه مجهزه يقدر يخش فيها، طبعا. عايز جيم، عايز خدمه نت عشان يشتغل عليها، لان هو اليخت صغير الاقامه فيه مده طويله في البحر، لكن على البر بيحب ينزل هو على البر لما طبعا. يربط، يعني يحب ينزل على البر يتعامل بالحاجات دي. اه نفذنا الحاجات البسيطه دي خلال فتره 3 اشهر. انا عايز اقول لك عدد اليخوت اللي بقى يجي عندنا في الاسماعيليه بس زاد بنسبه 55% عن قبل ما نعمل شويه الخدمات البسيطه دي. فما بالك لما نخلص بقى تطوير، هم قاعدين حتى بيتواصلوا معانا ان امتى هنبدا امتى هنخلص، ده احنا بنكلم بعض احنا طبعا انا عايز اقول ان احنا الاماكن بتاعتنا الجو فيها والموقع المتميز والحاجات دي بيخليهم الناس تتطلع ان هي تبقى موجوده في سواء في بورسعيد او في الاسماعيليه او في السويس. طب حلو جدا. طيب معلش انا هطول في سؤال كمان بعد اذن سيادتك. اللي انا خدت بالي ان الرئيس وجه بضروره يعني المزيد من بذل الجهد في توطين صناعه السفن والمراكب. احنا هنصنع اي سفن واي مراكب؟ وهل جزء من ده برضه تصنيع اليخوت السياحيه؟ انا عارف ان احنا في عندنا ورش تصنيع موجوده في مصر اما بشكل كبير مملوك للدوله في بعض المناطق، وفي ايضا ورش اهليه ملك ناس وشركات. هل احنا هنعمل ده برضه في قناه السويس وعلى نطاق اكثر اتساعا؟ الحقيقه ان ده تم، يعني النهارده كنت واعرض على سيادته احنا كنا متفقين ان احنا نعمل يختين سياحيين بالشراكه مع القطاع الخاص. حلو. وفعلا احنا عملنا مع شركه ترسانه البحر الاحمر. جميل. ان احنا نعمل يختين سياحيين الطول بتاعهم 30 متر. اليختين خلصوا واستلمناهم، فعرضت على سيادته النهارده الفيديو بتاعهم الخدود دي عامله ازاي، وقلت له ان احنا عايزين نعمل شراكه مع الشركه دي، كنت بتكلم انا معاهم ان احنا نصنع اليخوت دي سواء جزء عندهم جزء عندنا، ونعمل يخوت الفايبر جلاس اللي هي ال 16 متر وال 27 متر وال 30 متر حلوه دي مع الشركه دي. وعندنا موجود دلوقتي عندنا 2، وهو الشركه دي بالاتفاق معاهم ممكن يعمل اقل من 11 ل 12 يخت في السنه ويتوز... وهو هيسوقهم.
بالشراكه معانا في ترسانه بور توفيق بتاعتنا بتاعت قناه السويس، وفي الترسانه بتاعته هو اللي في السفاجه. فده كانت الموضوع انك تقعدوا ست راس ان احنا يصدق لنا ان احنا نعمل موضوع الشراكه ده مع الشركه دي، نتطور الموضوع ده ونعمل مدرسه فن بحر توطين صناعه اليخوت والشغل، يعني ندخل ناس بالعاديه او بالثانويه في المدرسه بتاعتنا. حلو. بس يتدرب على صناعه اليخوت وصيانه الخوت. دي هتبقى حاجه جديده بتخش لاول مره في هي قناه السويس. اللي سابته بقى وجه في ايه بقى؟ وجه قال لك لا انا عايز كمان شوف مع الشركه دي برضو ان هم يعملوا لنا مراكب صيد للبحيرات اللي احنا طهرناها، زي بحيره المنزله، زي بحيره المريوط، زي بحيره ادكو، كل البحيرات اللي هي اتطورت دي وطهرت. ان قال سابته قال لي قال لي احنا الناس اللي هم الغلابه الصيادين اللي يخشوا البحيرات دي بالغصات بتاعتهم او بالمراكب بتاعتهم الصغيره دي حالتها مش كويسه، وبالتالي انتاجها بتبقى للاسماك مش كويس، وهيفضل طول عمره هو زي ما هو بحالته مش كويسه. صح. عايزين نديله نعمل له نديه له وناخد منه القديم، يوم يعرف يشتغل ويطلع انتاجيه، يوم ينتقل حاله من حال الى حال. الحقيقه انا اول ما قال لي كده افتكرت على طول حياه كريمه، زي ما كان بيقول احنا عايزين نخش القريه نخلصها كلها ونطلع منها. صح. برضه هو هنا المراكب الصيد بتاعه الصيادين البساط اللي موجودين في البحيرات، لا نعمل لهم حاجه احسن. وقال لي اعرض عليا الديزاين بتاع واحد منهم، انا طبعا هعرض لسه مع الشركه هنتفق ونشوفها نعرضه عليه وهننفذ على طول ان شاء الله. فدي حاجتين بقى، توطين الصناعه سواء كانت سفن الصيد الصغيره مش الكبيره اللي احنا عاملينهم زي الكبار اللي احنا عملناهم، لا حاجات صغيره للصيد جوه البحيرات. حلو. وتكون تعمل بالطاقه المتجدده، يعني اؤكد سيادته ان تكون بالطاقه المتجدده تمشي مع البيئه دلوقتي، ويكون فيها معدات احدث وثلاجه، ومش زي اللي هو الراجل بيصطاد ده تحس ننقله من حل لحل فعلا. وده فعلا ان شاء الله ننفذه بيه. يا رب يا مسهل. انا بشكرك جدا سياده الفريق، بالتوفيق دايما. الف 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 شكر لسيادتك، كل الشكر لسياده الفريق اسامه ربيع. الف شكر فندم رئيس هيئه قناه السويس. خدتوا بالكم من اخر جوات ثلاث اربع جمل؟ فالرئيس قال ايه؟ خد بالك، الرئيس قال نصا، هنا بقول لك الكلام اهو قاله سياده الفريق اسامه ربيع، احنا عاوزين نعمل حاجه للغلابه، فانا عايز مراكب صيد للصيادين اللي شغالين في البحيرات اللي تم تطويرها وتطهيرها، لانه المراكب بتاعتهم قديمه وبتخلي الانتاجيه بتاعتهم او قدرتهم على الصيد قليله، وبالتالي حالهم هيفضل زي ما هو. فاحنا عاوزين الصياد يطور من حاله ويتقدم، فهناخد منه المركب القديم ونديله واحده جديده وتبقى مجهزه وفيها تلاجه عشان حفظ السمك الى اخره. الغلابه مش بنصنع يعني. وبالمناسبه هو انت لما هتصنع يخوت انت بتبيعها للناس الاغنياء فبتاخد فلوس يعني، ده مبدئيا يعني. بس عشان انا عارف الاولاد الاشقيه اللي موجودين بره دول هيقول لك اه يخوت عشان خاطر الجماعه الاغنياء. هي اليخوت بتتصنع وتتباع فبتدخل فلوس، بتدخل بارادس، بتدخل ارجون، ناولني الاساتك ده من الاخر. الأهم هو الغلابة، يعني المحور ده أو البند ده أو النقطة دي أو هذه الركيزة الأساسية اللي على ما يبدو مفيش حد يقدر يقول أعلم ما يدور في ذهن الرئيس، لكن بالمتابعة في الثمان سنين، في الثمان سنين مفيش حاجة كانت بتتعمل إلا ولازم تصب أولاً في مصلحة الغلبان.